قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث، حديث زيد بن أرقم، قال: أنا تارك فيكم، تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا لفظ مسلم صحيح. تمسك الشيعة بلفظ كتاب الله وعترته، نعم، وزعموا زعما باطلا أن الأمر بالتمسك بالكتاب والعترة جاء في صحيح مسلم، هذا كذب. نعم. وكذلك تمسك أهل السنة بلفظ كتاب الله وسنته، نعم، حتى ضعفوا لفظ وعترته، والأولى الجمع، نعم، حيث لا يوجد تعارض بين الحديثين. ولذلك القرطبي يقول: هذه الوصية تؤكد على وجوب احترام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم ومحبتهم. أنا أود أن أقف مع لفظ الحديث شوية. لفظ الحديث كتاب الله وسنتي أو عترتي، أولا هل تمسك هؤلاء بكتاب الله الثقل الأول أم لا؟ الإمامية الاثنى عشرية لم يتمسكوا لا بالكتاب ولا بالعترة ولا بالسنة، فقد أهملوا الثلاثة، فطعنوا في الثقل الأكبر وقالوا بأنه محرف. ما تمسكوا لا بكتاب ولا بسنة ولا بالعترة، حتى بالعترة أبدا على الإطلاق. حرفوا القرآن الكريم، حرفوا القرآن وسبوا العترة وطعنوا فيها وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الفضل الكاشاني: والقرآن اليوم لا يصلح للاحتجاج لأنه زد فيه ونقص. تحريف واضح، أعوذ بالله، ليس كذلك؟ أي صحيح. إذن لم يتمسكوا أبدا على الإطلاق بالثقل الأول. المجلسي في كتابه مرآة العقول المجلد الثاني عشر صفحة 525 يذكر، نعم، الحديث الذي جاء عن جعفر الصادق، وانظر هل هذا هو التمسك بالعترة؟ ينسبون القول بتحريف القرآن إلى جعفر الصادق، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي سميت الشيعة، الذي نسب إليه الشيعة الجعفرية. يروي ويقول أن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد 17,000 آية. المجلس يعلق تحت هذا الحديث ويقول: والخبر موثق، وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن مسلم، فالخبر صحيح. ولا يخفى أن هذا الخبر، خبر التحريف أنه كان 17,000 آية، نعم، ونحن الآن بين أيدينا 6,236 آية، نعم، ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة الصريحة في نقص القرآن وتغييره. هذا كلام المجلسي. نعم، كلام المجلسي. وعندي، يعني عند المجلسي واعتقاد المجلسي، أن الأخبار في هذا الباب متواترة. فالرجل يرى أن الأخبار متواترة ويعتقد بالتحريف، وكما شهد عليه ذلك الفيض الكاشاني حينما ذكر في كتابه تفسير الصافي: واعتقاد مشايخنا في الظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني وشيخه علي بن إبراهيم القمي والشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي وإبراهيم بن فرات الكوفي أنهم كانوا يعتقدون التحريف والنقيصة، فهم يعتقدون. فقصة أو عقيدة مسكنة كلها كتاب الله وعترتي، أهل السنة يقولون سنتي، والجاء في حديث عنده من تصحيح في صحيح مسلم وعترتي. طب الثقل الأول فين؟ هو فين الكتاب أصلا؟ أليس الكتاب عندكم مصدر الأول مصادر التشريع؟ مصادر التشريع عندهم قطع كتاب وسنة وإجماع وعقل واجتهاد. نعم. طيب أين الثقل الأول وأين التمسك بالثقل الأول؟ وهم أخضعوا سبع حوزات، نعم، رئيسية عند الشيعة، حوزات مركزية. نعم. هل يدرس القرآن الكريم في الحوزات العلمية؟ قطع لا. علوم القرآن لا تدرس علوم في الحوزة، تدرس؟ لا تدرس. أو تفسير القرآن أبدا، ولا حتى فقه ولا حديث، لأنه إنما هي مجرد مناهج فلسفية لمخاطلة الخصوم من أهل السنة. بالضبط. وذلك تجد كمال الحيدري أهم المراجع اليوم ما تفهم منه شيء، كله أي. كلام فلسفي، كلام منطق، كلام كذا وكذا، لكن لا تجد الاستدلال بأي ولا حديث. بل إن كمال الحيدري نفسه كان يشهد بهذا الأمر ويقول بأنه يصل إلى درجة الأستاذية في أصول الفقه وهو لم يدرس القرآن ولا علومه ولم يحفظ القرآن. أنت متخيل؟ أبعد الناس أبعد عن القرآن كده. أبعد الناس. ولكن هم في هذه الأيام يا شيخ عاطف أريد أن أنوه على نقطة. الإمامية في هذه الأيام يحاولون بشتى الطرق يعني أن يتجنبوا معايرة أهل السنة لهم في مثل هذه الأمور، فحاولوا أن ينظموا المسابقات الشيعية في حفظ القرآن أو في تلاوة القرآن. تجدهم أنهم يأتون قراء مصريين من أجل القراءة عندهم وتحفيظ بعض المتخصصين عندهم. يعني هذا تدخل في باب كما عايروهم والمداهنة، كما عايروهم من قبل أهل السنة بأنهم لا يعرفون شيء عن علم الحديث ولا مصطلح الحديث،
فأصبح هناك أصولية ونقل وسرقوا علم الحديث من عند أهل السنة بعد معايرة أهل السنة لهم، فهكذا هم شيعة بس من أجل باب حفظ الماء لا أكثر ولا أقل. نعم. نأتي للشق الثاني، من هم العترة في الحديث؟ نعم، العترة في هذا الحديث والذي وضحهم أيضا زيد بن أرقم هم نساء النبي والعقيل والجعفر وآل العباس وآل علي بن أبي طالب، كلهم من العترة. كلهم من العترة. الشيعة لا تقول هذا الكلام، الشيعة لأنهم نواصب تقول 12 فقط من العترة، هذا من باب النصب وبغض أهل بيت. يعني آل علي فقط؟ آل علي لا، ليس كل آل علي هم يقولون هذا. نعم، ليس كل آل علي، بل فقط أولاده علي والحسن والحسين وأولادهم وذرية الحسين درئت، ذرية الحسين كفرت درئت لنار جهنم لأنهم كانوا يحسدون ذرية الحسين، عفوا ذرية الحسن درئت لنار جهنم لأنهم كانوا يحسدون ذرية الحسين على ما آتاهم الله من فضله. يمكن هذا الأمر ينقله محمد بن يعقوب الكليني، من أن أبناء الحسن كانوا يحسدون أبناء الحسين على ما آتاهم الله من فضله، وأخذهم حب الدنيا وحب المال إلى إنكار الإمامة وجحدوا الإمامة. طيب ما حكم منكر الإمامة؟ منكر الإمام عند الإمام الاثنى عشرية كافر مخلد، أو مدعيها كافر بالضبط. فهم يعتقدون بكفر أبناء الحسن وفقط أبناء الحسين، وليس كل أبناء الحسين، فقط بعض الأشخاص المعينين من أبناء. وهذا إن دل يا شيخ عاطف يدل على أن هذه العقيدة عقيدة نصبية تبغض أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ استثنوا من أهل بيت النبي بعض الأشخاص وكفروا ونفقوا بقية أهل بيت النبي وجعلوهم فساق كفار مخلدين في نار جهنم.